الجهة اليسرى استلام المجد يا العطار. We'll be right back.
ركلة جزاء لمصلحة النادي الفيصلي كما يشير الحكم أمام المخافة. ركلة جزاء، سنشاهد الكرة في الإعادة. وما الذي حصل؟ اللقطة الماضية أدهم المخادم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة نادي الفيصلي. شوف الإعادة، هنا البيري، استلام الكرة من البيري، وهنا تقدم مجدي العطار. مجدي حاول قطع الكرة، مجدي هنا نترك لكم ألقاء كما تشاهدوه أنتم. الكرة هناك، ضربة جزاء أم لا؟ ركض من اللاعب الثميري ثاني مصلحة النادي الفيصلي. مجدي العطار، نعم هو مجدي العطار، من سينفذ ركلة الجزاء قبل انتهاء الشوط الأول؟ نظرات مجدي العطار ويقظة أحمد عبد الستار. مجدي وأحمد، أحمد ومجدي بانتظار صافرة الحكم. يتقدم مجدي، مجدي العطار ويضع الكرة في الشباك على يسار الحارس أحمد عبد الستار الفيصلي. أشار بالأشير يشعل اللقاء أكثر فأكثر. شوف الإعادة، وضعها على يسار، تقدم للنادي الفيصلي. كوكب ناديت من الفيصلي، يوسف الرواشدي، انطلاقه مرتده في السرعه القصوى. يتقدم مجدي العطار، مجدي ينتظر الاسناد، مجدي خطير عند النادي الفيصلي. انس لجبران الى يوسف، من اي كوكب اتيت؟ من اي كوكب اتيت يا يوسف؟ يا له من لاعب ويا له من جوهره موجوده مع النادي الفيصلي. يوسف ابو جلبوش، مسلسل للاهداف الحي. يوسف شوف الاعاده، شوف مجدي العطار، مجدي العطار فتاها. وهنا في النهايه وصلت، في النهايه وصلت عند الخطير يوسف ابو جلب ومن عالم اخر. عند احمد العرسان، احمد يلعب الكره ارضيه خطيره من احمد، خطيره من العطار. العطار يطير في هذه اللقطة ويحرز ثاني الأهداف لمصلحة النادي الفيصلي بعد تمريرة رائعة كان أحمد. يحرز ثاني الأهداف لمصلحة النادي الفيصلي، تقدم النادي الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف. إرسال أمام ثلاث لاعبين والعطار وتمركز الجيد، وعلى يمين الحارس مالك شلبي. ممتازة عند أبو جلبوش، يهيئ عند اللاعب العرسان. العرسان وجهة يا يعني سعودي، سعودي عبد الله، سعودي، سعودي يتقدم، سعودي يمرر فرصة خطيرة للفيصلي والهدف الأول. جول، هدف عن طريق البديل مجد العطار. مجد العطار مجهود فرد، هدف رائع وملعوب. شاهد مرة ثانية، شاهد سعودي عبد الله كان كرة تحضير ما بين يوسف ويوسف للمرة الثالثة والعالمية. كرة والهدف، هدف فيصلاوي، هدف التعادل، هدف التعادل جاء لمجدي العطار. كانت هنالك مطالبة بالتسلل ولكن سيناريو تكمل، وكرة في ظهر المدافعين. الزعيم الشوط الثاني عاد من بعد هذه الطريقة وبنفس السيناريو لعبة تكررت ثلاثة واربع مرات فيصلوية. وفي النهاية العطار ينثر العطر في ملعب الأمير، ولكن عند مجد العطار يحاول مجد العطار ركل الجزاء للفيصلي، ركل الجزاء للفيصلي وبطاقة سر الفيصل باللقطة الماضية. ركل الجزاء للفيصلي في هذا الوقت، في هذا الوقت الفيصلي عند الدقيقة التي مجد العطار العرضية تلعب وهنا تقدم اللاعب الحصري حمر والرشدية وإبعاد، إبعاد وهدف التقدم، هدف التقدم للصريح مجدي العطار الأفضل الأخطر الأروع الأتقن لدوره مجدي العطار. ودقيقة 70، هدفين للصريح مقابل هدف لسحاب مجدي العطار. عدم استسلام، تقدم، تحرك،
وهدف في التقدم، الصريح هدفين، وسحب هدف من وين؟ رأسية ومتابعة ومن ثم مجد العطار، وهدف في التقدم حتى الآن. إذن هدفين قبل هدف ما بين السحاب والصريح، تابع بشكل جيد، وهنا عدم التهاون في مثل هذه الكرات المصاة لا تحوّر. إيمانويل قدم كل شيء وإعطاه مبادرات هجومية، تلعب من جديد على عطار، الصريح يلعب ويتفنن في الم... لاعبين لامست القائم الايسر على طول والتسديد، لكن تذهب في عمليه الرد، الهجوم السريع، الهجوم الخاطف، تعود ام ماجدي بيطلع من الاول والثاني والطارق هنا، لربما العرضيه، لا الكره الارضيه في داخل منطقه الجزاء، وهنا التهيئ وهنا الاستعداد والبحث على الهدف الثاني على طول. تم من ابو الكاس تصل للصريع، ولكن عوده سريعه هنا لمصلحه الصريع الى العطار، العطار سلب الجهه اليسرى، العكس الارضيه، كل حب وين من وين، متابعه وهدف، هدف للصريع، جنني حبك، جنني حبك، الصريع لا يستسلم، لا يعرف الرايه البيضاء، لا يعرف الرايه البيضاء، وان كان الوقت قليل جدا، الوقت قليل جدا، انا فين؟ مقاتل حدث عبد الله الحمرين، عبد الله الحمرين كيف ينظر في هذه المجموعه المقاتله من عدل العوده؟ هذا العكس، هذا مجدي متحرك، ايمانويل ينوب عن الحارس من القصر، والعطار يتابع ويتابع، كانت موجوده وحاضره في الشوط الاول، وهنا خطيره الكره، خطيره الكره، خطيره الكره، والحارس نور عطية، أين طار؟ أين طار نور عطية؟ مجدي العطار يحرز ثاني الأهداف. سيد أبو طعيمة شاهد 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 الكرة الأخيرة، شاهد الكرة الأخيرة، هل يعني هو ذكاء من مجدي العطار أم يعني قراءة خاطئة كانت من نور؟ إلى إجراء المدرب جمال أبو عبد بين الشوطين بدخول اللاعب عبيد السمرني، وهنا مجدي العطار، جول منذ البداية، الصريح يكتسح ويحرز ثاني الأهداف، تسديدة لا تصد ولا ترد من الخطير اللاعب مجدي العطار، يضعها على يمين الحارس سيف أبو هسيم، يحرز أول الأهداف في الخمس الثواني الأولى، في العشرة الثواني الأولى، البداية قوية، يتقدم الآن بهدفين مقابل هدف، تسديدة ولا أروع، شاهد 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 شاهد، يا سلام على الكعب هنا من اللاعب محمد العكس، وتسديدة اللاعب مجدي العطار، هدف ثاني لنادي الصريح منذ البداية، يا سلام يا سلام يا سلام، الأجمل من الهدف هو التمريرة الرائعة، وفي الكعب هنا محمد العكس، ليس فقط الهداف وفي إحراز الأهداف أيضا في صناعة الأهداف هنا، والهدية هنا تأتي عند مجدي العطار ويحرز الهدف الثاني، هدف